بصي بقى كده هتغير عليا كده. ضحكة هاني شاكر تطغى على المؤتمر الصحفي في سوريا. ياكل نابلسية. ده جاي معايا في الشنطة. أخيراً. بالحفاوة الكبيرة دي استقبل هاني شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بحفلته في سوريا بعد البروفة للحفل بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، واللي سمعنا فيها مجموعة من أبرز أغانيه وعيشونا أجواء طربية بامتياز. والملفت إن سعادة هاني شاكر كانت واضحة طوال اليوم ده، خصوصاً إن عودته لسوريا جت بعد 15 سنة غياب. أنا جاي وبحمل جوايا رسالة محبة وعشق وحب كبير من الشعب المصري للشعب السوري، سعيد بهذا الترحاب وهذا الحب الكبير وهذا الإجماع على إنه الحمد لله الفن الراقي بخير. فكتار شافوا التدافع اللي حصل وقت شراء التيكتس لدرجة إن ده سبب حالات إغماء عند بعض الناس. خفت على جمهوري قوي قوي من التدافع والتزاحم، لان انا احب اشوفه دايما في ابهى واحلى صوره. احساسي اللي انا لمسته وشفته من اقبال الشعب السوري على الحفلات حسستني كانها ولاده فنيه بالنسبه لي جديده. وتقديرا لجمهوره في سوريا اطلق اغنيه جديده من كلمات الشاعر السوري صفوح شغاله والحان الملحن المصري محمود الخيامي، وهي مقدمة من باسل سمائية رئيس الجالية السورية في مصر، وطلال عطار الأمين العام لجمعية الصداقة السورية المصرية. غنوة أتمنى من كل قلبي أنها تكون عجبتكم، ولأنها حقيقة طلعت من قلبنا، وأتمنى أنها تكون وصلت لقلبهم، والبقية تأتي. يعني بتمنى يكون في تعاون أكتر ما بيني وبين الفنانين السوريين مؤلفين أو ملحنين. وباين إن التعاون التاني ده مش هيكون بعيد قوي، فهاني كشف في المؤتمر ده عن نيته في تقديم عمل غنائي في سوريا. أنا يمكن بكرة في لقاء مع أختي وحبيبتي الفنانة الكبيرة ميادة. وكان واضح خلال المؤتمر قد إيه هاني بيجاوب بعفوية ووضوح على كل الأسئلة، وشفنا ضحكته حاضرة طوال المؤتمر، خصوصاً لما قال لنا إزاي محمود الخيامي لحن أغنية عاشت سوريا تحيا مصر. هروح منه فين يعني؟ ده جاي معايا في الشنطة. الغنوة دي اتلحنت إزاي؟ الأستاذ ده جالي الساعة 1:30 بالليل وأنا مش متوسم فيه خير خالص، هو أساساً كان نايم، هو كان جاي نايم في العربية. هتلحن الغنوة إزاي وأنت قاعد نايم وأنا أساساً نايم قدامك؟ قال لي حبيبي ثانية واحدة دندن معايا كده بس شوية، هو نايم على روحه على الجيتار. سبته 5 دقايق ورجعت لقيته عمل الدخول. الغنوة فعلا اتلحنت في أقل من 10 دقايق. وبنفس العفوية والضحك رد على مراته اللي قالت له إنها بقت بتغير عليه من محبة الجمهور السوري. أنت بتغيري ها؟ لا بصي بقى كده هتغير عليا كده. بس غيرة مراته ما شفناهاش لما نشرت بوسي شلبي فيديو لإحدى المعجبات اللي عبرت عن حبها ليه بالأحضان. مراته واقفة وانت عمالة تبوسي كده يا ميادة، يعني مراته واقفة. ومن خلال الفيديوهات اللي انتشرت شفنا قد إيه هاني مستمتع بزيارته لسوريا بعد كل الغياب ده. ياكل نابلسية. يعني أنا وحشني حقيقي الأكل السوري، وحشني الكنافة بالجبنة. الحقيقة أتمنى كانت الزيارة تبقى أطول من كده شوية بجد، عشان أنزل وأشوف كل الأماكن اللي موجودة في سوريا ونفسي كنت أشوفها. وحرص هاني شاكر في اليوم ده إنه يقطع وعد على نفسه قدام الجمهور السوري. أنا عمري ما هغيب تاني الفترة اللي فاتت دي، مفيش تاني سنين طويلة بعيد عن الشعب السوري، هتلاقوني كل فترة موجود بينكم وفي محافظات سوريا كلها. كل الدعم وكل الحب لشعب سوريا من شعب مصر. شكرا.